انت مهندسه مهندسه معماريه يعني اوكي طيب دلوقتي ده يعني ده اخر لينك مع بعض الهوا ففي كذا حاجه عايزين نتكلم فيها اول حاجه في مصر عندنا بيدعموا الكلام اللي احنا بنقوله ده الكونسبتس اللي انت بتتكلمي فيها دي الافكار اللي عندك دي في حد بيقدر فعلا يساعدك يحقق الحاجات دي ما عندناش هي دي مشكلتنا في مصر ان احنا ما عندناش ناس مؤمنين بالديزاينرز او المصممين او المبدعين في اي مجال في مصر ده غير عقده الخواجه ده غير عقده ما احنا ما هي دي برضو متاثره ان انا ابقى منبهره بالحاجات اللي جايه من بره كتصميمات وما عنديش ثقه في المبتكرين عندنا في مصر برغم انه النجاحات فرديه بره بتتقدر فلما انا اكون متقدره بره بلدي وفي مصر ما عنديش مثلا الناس اللي ممكن تستثمر في المبدعين المصريين ده بيبقى مجهود انه كل واحد بيحاول مع نفسه ان هو ينجح يحاول ان هو يستثمر في نفسه ما عنديش كيان ما عنديش هيئات بتدعم المبتكرين في طبعا حاجات يعني في لجان وفي مجالس وفي كلام ده بس وصلوا لكام حد عارفوا يطلعوا كام مبتكر او مبدع هي دي المشكله بيعملوا مجهودات يشكروا عليها وكل حاجه بس مفيش اتجاه عام مفيش ثقافه عامه ان احنا هقول لك على حاجه احنا في مصر عندنا مشكله مثلا ان احنا ما عندناش دعم للبحث العلمي ده اللي كان بيتكلم عليه دكتور زويل مفيش بلد عايزه تتقدم ما بتؤمنش بالعلماء والبحث العلمي والمبتكرين دي مشكلتنا في مصر ان احنا بناخد قشور الامور فانت كده مهندسه لا 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 تمام كده تمام في البريك لا 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 لا, 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 لا تمام تمام الحاجات المثقفه فبقول لك هي دي بس هي دي المشكله عندنا على وعسى ان انا بحاول اعمل القصه دي واتكلم عليها يمكن ما تحصلش في حياتي انا بس يمكن ولادي ربنا يديك الصحه وطول العمر يا هندسه طيب انا معلش احنا كنا بنتكلم اوف اير في حاجه لطيفه جدا ان انت عندك بروجكتس حاجات بتفكري فيها في حاجات منها ينفع تتنفذ على ارض الواقع وفي حاجات فيها انت محتاجه يبقى الموضوع مش لوحدك يبقى معاكي ناس وناس مؤمنين بالافكار دي فخلينا ندردش فيهم انا مش عايزه احرقهم بس قولي اللي انت عايزه تقوليه لان انت قلتي في حاجات عايزه تسلطي عليها الضوء وحاجات لا طبعا انا عندي مثلا المشروع بتاع وجه مصر ده اللي كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل اللي هو ده اللجنه ده من اللي هتشوف لنا شكل المعمار في مصر ده من ضمن البروجكتس مشروع تاني مهم جدا بالنسبه لي موضوع الحرفيين موضوع العمال اللي بيشتغلوا بايديهم مش فاهم اختك يا راسه مش مدينه الحرفيين ها لا عشان العربيه مش لازم نوضح لها شويه امور كده عشان تفتكرش الرفرف والحاجات والحاجات على البارد القايمه والشغل الايد ارابيسك واللي مش عارف بيشتغل في الرخام وفي الخشب الحرفيين دول تقريبا اندثروا عندنا فئه المعمار زي ما كنت بقول لك احنا صناعه كبيره جدا احنا صناعات كلنا خدميه للاستثمار العقاري ده حاجه الناس ما بتستثمرش فيها في العمال ان هم يرجعوا يبقى في فئه حرفيين يطلعوا لنا منتجات تبقى مختلفة عن السوق اللي احنا بنقول عليه في السوق ايه؟ الصنايعي الشاطر. الصنايعي الحرفي الشاطر اللي يتقال عليه ايده تتلف في حرير ده موجود دلوقتي انا مثلا عندي ثلاثة كلهم فوق السبعين سنة. طب ما دول بعد ما ربنا يديهم الصحة وطولة العمر بس بعد كده انا بقول انا ليا مبدأ بقوله على طول لو انا الميكنة والكمبيوترايز سيستم والروبوت والتقدم العلمي الحاجة اللي انا كمصرية في تاريخي كنت بعملها من 200 300 سنة بنشوفها على واجهات المساجد والبيوت عندنا كنا بنعملها بمنتهى السهوله دلوقتي بعملها في وقت اطول وتكلفني مبالغ اكبر يبقى انا تخلفت مش تقدمت انا ماليش دعوه بره بيعملوا ايه بره ما عندهمش تاريخ بره ما عندهمش ده بيخلقوا لنفسهم ما عندهمش تراث ده لو لقوا حتتين طوب بيقفلوا حواليهم ويقول لك ده تاريخنا فاحنا عندنا الحرفه اليدويه احنا اللي كنا بنصنع كسوه الكعبه فاحنا عندنا الحرفيين اللي بيشتغلوا بايديهم دول حاجه قويه جدا لازم نعتمد عليهم ولازم ندعمهم ولو اقدر ان انا اعمل ماس برودكشن للي هم بيعملوه ده فازاي انا تبقى كل حاجه عندي المطالبه ان انا عشان اواكب العصر ابقى شبه بره ليه ابقى شبه حد ليه ما بقاش زي ما طول عمري مختلفه ومش لازم ابقى يعني متقدمه جدا في البيع بس افرض على السوق العالمي وده اللي حصل معايا انا اكتشفت ان هم لا مستساغين جدا ومبسوطين من الحاجه المختلفه ترابيزه على شكل بابور الجاز بتاعنا كرسي على شكل النورج اللي كانوا بيدرسوا بيه القمح وفيه حفر حاجات من الموتيفات المصريه لا عجباهم وبدليل ان هي كسبت جواز ومتقدره وعايزين يصنعوها بره اذا في سوق بس المشكله مش عندهم مش بره المشكلة ان هم مجرد متلقيين فين الناس بقى اللي هتستثمر في المبدعين المصريين
مش مطالبه انا كواحده مصممه ان انا اللي اجيب فلوس وانا اللي اصنع لنفسي وانا اللي ادرس السوق والاستيراد والتصدير، علشان لازم يكون في ناس بتدعم الموضوع ده. فهو ده اللي انا اللي هو دايما بيظهر في الـ في, الـ في الاوبريتات الغنائيه، اوبريت الفراعنه واوبريت المنديله بقوية. ما هو ده احنا عندنا ما عندناش شكل تاني، ما عندنا وما عندناش وعي وما عندناش دراسه وما عندناش القصه داخله في التعليم. احنا ما بندورش على الولاد الشطار من ايام المدرسه، ما عندناش لما كان فيه بيقولوا عليه بتاع الاجتماعي ده اللي بيدور مشرف اجتماعي او كشاف بيسموه، او في لغه اخرى بيسموه كشافين. المفروض ده دوره في كل المدارس وبالذات المدارس الحكوميه، طلع لي مين الشطار في حاجه واخدهم احطهم في مدارس خاصه وادعمهم واعمل لهم دعم تعليمي. لكن لا، احنا كله متلخبط على بعضه. زي ما بقول لك، انا بيجيني ناس كتير جدا بتبعت لي تقول لي انا عندي فكره، ممكن ما يكونش خريج جامعه، ممكن ما يكونش خريج جامعه متخصصه، بس هو موهوب. طب يروح فين؟ ايوه السؤال البيج كويستشن مارك، يروح فين لو هو راجل شاطر ومبدع؟ الناس دي بتجيلي انا بحاول دلوقتي اعمل داتا بيس لكل الناس دي، وبطالب اللي عنده موهبه في التصميم او عنده فكره، الايميل بتاعي موجود، يخش على الفيسبوك يعمل يبعت لي. انا هعمل داتا بيس وهنحاول على قد ما نقدر يكون في كيان تحت بوتقة معينة ان احنا نحاول ندعم الناس دي نوصلهم حلوة بوتقة دي. بصي 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 يعني انا فاهمها، انا بحب كلمة بوتقة دي جدا. ايوه انا هقول لك ثلاثة بوتقة دي. فعايزينهم يبقوا موجودين في مكان في فورم يكون هو ده اللي بيعرف يوجههم يروحوا فين ويعملوا ايه بالفكر بتاعهم. طب ممكن نقول اللي بيسمعونا الفيسبوك بيج اللي انت بتقولي عليها عشان لو حد فعلا الفيسبوك بيج بتاعتي باسمي داليا سعداني كرييشنز، بس ممكن هي سعداني اس اي دي اي ان واي داليا دي اي ال اي اي، يخش يبعت لي السي في بتاعه، الايدياز بتاعته، الكونتاكتس بتاعته مهمه جدا. معلش يا داليا يعني هحط نفسي مكانهم. انا مش ضمني ان لو بعت لك شغلي مش هتعمليه وتقولي لي الشغل ده بتاعي. لا، هي دي حاجة اسمها ثقة وحاجة اسمها احترام الإبداع الفكري. طبعا. أنا بيجيني ناس كتيرة جدا لما بلاقي فكرة بشغله إن شاء الله بارت تايم، فهو مش لازم. طب بلاش يبعت فكرته ويقول أنا شاطر. سؤال سخيف صح؟ يعني لا، هقول لك لا، يعني أنا بحط نفسي مكانهم. أنا شاطر في الرسم جدا ودخلت على البيج عندك وبعت لك رسومات هندسية أنا بعملها وده مثلا وده يعني. أنت ممكن تبعت، ما هو أنت لما بتعمل سي في أوتوماتيكلي تبعته لأي حد، لازم بتدي نماذج لشغلك. لو احنا الشوريل بتاعك لو انا دلوقتي قلقانه، طب ما انا بنزل شغلي، ما ممكن اي حد يعمل له كوبي وياخده. انا ما يعني بس هو انت دلوقتي بقيتي كيان بقى المهندسه داليا السعداني. لا ولا تقلق، شركه كذا او 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 لكن الشخص الصغير اللي عنده الموهبه هو يعني بلا اسم، فلما يجي يلاقي شغله ده فجاه اتعمل. عايز اقول لك انا حصلت معايا وانا طالبه، بس ده ريسك بناخده هنوصل يعني. انت لو مبدع، هل عندك فكره واحده بس هي اللي انت قلقان تاخدها؟ لا طبعا. طب يعني انت راجل واحد كرييتيف، انت هتفضل مش بقى هتفضل على كده بتطلع افكار كويسه. انا كل اللي بقوله بس لازم يكون يبعتوا الكونتاكت بتاعهم، يبعتوا ارقام تليفوناتهم وايميلاتهم علشان نعرف نوصل لهم. انا ما بقولش ان انا هقدر اعمل كل حاجه، بس انا بحاول اللي هتقدري عليه ان انا على الاقل اجمع داتا بيس وهخترع لهم حاجه. يعني انا دلوقتي بكلم كذا مجلس هخترع لهم حاجه، وقريب جدا على فكره هاعلن عن وجود مسابقه تبع المجلس التصديري للاساس، هاعلن عنها وهدي انفورميشن عنها في الاعلام ان انا عايزه الناس دي تخش، وهنعمل لهم سيمينارات ونحاول نوجههم. يعني مش عايزه ادخلهم المسابقه واسيبهم. انا بحاول اخد خبره المسابقات من بره وانقلها هنا في مصر، لان احنا ما عندناش برضو هيئات بتعمل مسابقات للمبدعين. داليا يعني احنا انبسطنا بوجودك معانا النهارده. هندبسك بقى كل فتره كده تجيلنا. ايوه ولا يهمكم اي وقت، بس دي تصحي بدري. اديني مست. لا بصحى بدري. سيفيها بقى. سيفي النمره بالخير. انا هسحب المايكات كده كفايه عليكم جدا. يا داليا نورتينا وشرفتينا وسعدتينا. ميرسي يا مروان، منبسطه معاكم جدا. ان شاء الله هنشوفك قريب بقى اكيد. النهارده كانت منورانا في استوديو المهندسه المعماريه داليا سعداني. هنسيبكم دلوقتي مع موثقه من الاغاني بقى طبق كده صغنن طبق صغنن اغاني ونرجع لكم.